جئنا إليك أبونا السماوي، عيوننا الشاخصة إليك. الله الآن يأمر جميع الناس أن يتوبوا. افتح عيني عشان أشوف إيه اللي عملته على الصليب علشاني. اعرف حاجة، الشر لا يكسر بالشر. لكونك انت يعني هالك تخلص بالتوبة بدم المسيح، ومحدش هيقدر يدخل السماء غير اللي اتمتع بالرحمة. ياني سواك يا سيدي، حياتي رضاك يا سيدي. تطمئن نفسي، أنت موت كريم تطمئن نفسي. يلا اعبدوا الرب وقولوا حلو ما أشهد يا سيدي، نفسي لا تسلك يا سيدي. حلول ما أشهد يا سيدي، نفسي لا تسلك يا سيدي. تفرح قلبي نرتلي دربي، تفرح قلبي نرتلي دربي. حينما ألقى يا سيدي عزب ما أحلاك يا سيدي، حينما ألقى يا سيدي عزب ما أحلاك يا سيدي. تبدد همي تفرج أشواق يا سيدي، عيناي تراك يا سيدي. في وسط الأشواق يا سيدي، عيناي تراك يا سيدي. تغمد جراحي تجدد فرحي، تغمد جرحي تجدد فرحي. يلا قولوا معايا، نفسي في حماك يا سيدي، عيني لعملك يا سيدي. نفسي في حماك يا سيدي، عيني لعملك يا سيدي. قوتي حبك صخرتي وعدك،
نفسي في حماك يا سيدي، عيني يعولك. أصال النهاردة نكون جايين للرب وإحنا عينينا مرفوعة عليه. بدخل عرش النعمة وبسكب نفسي أمامك ناظر ليك، واسجد لك من قلب وبطلب إنك ترفع نفسي ليك. بدخل عرش النعمة وبسكب نفسي أمامك ناظر ليك، واسجد لك من قلب وبطلب إنك ترفع نفسي إليك. أصلك سامع قلبي الطارع، قلبي اللي بيشتل حضورك، المس روحي مش فكره واكشف كل خبايا بنورك. بدخل عرش النعمة ورنم تنطلق الكلمات تسبيح، ويفيد قلبي ليك ويرنم وأقدم لك نفسي ذبيحة. بدخل عرش النعمة تنطلي كلمات كلمات تسبيح، ويفيد قلبي ليك ويرنم وأقدم لك. يلا قولوا معايا كمان. المس روحي مش فكره واكشف كل خبايا نورك. بدخل عرش النعمة وصدق ان وعودك قوتي زادي، واثق ان فيك تتحقق وتتمم قصدك في حياتي. قصدك سامع قلبي طول الرحلة وفي المشوار. مين بتطمن يقول؟ بتطمن أنا مش وحدي، أنت معايا ليل ونهار. كل يوم عينك عليا طول الرحلة وفي المشوار. بتطمن أنا مش وحدي، أنت معايا ليل ونهار. أنا ماليش راحة دارك
فرحني وخانيني فارد ضدري بنبض وعودك مرفوعة على شخصك عيني اللي مطمن قلبي وجودك واللي مفرحني وخانيني فارد ضدري بنبض وعودك مرفوعة على شخصك عيني متميز بس بسير ومليش اي سنين في حياتي انا بستاهل ابقى سفيرك واعيش وانت مدير خطاتي بس بسيرك ومليش اي سنين في حياتي انا مستاهل ابقى سفيرك واعيش وانت مدير خطواتي انا ماليش غير احضانك اجري عليهم واتخفى من زيك تاني في حنانك مليان رحمه ومحبه انا ماليش غير رب اللي مطمن قلبي وجودك ده الشيء اللي طمنا انه جال داود في مزمور 23 كده الرب راعيا فلا يعوزني فلا يعوزني الشيء عشان كده الترنيمه اللي جايه نفسي كمان اسبح بيها رب معاكم بتقول كده القي يا ابن الهم علي وانا كد انظر للي عملته عشانك على الصليب انا خد انظر اللي عملته عشانك على الصليب انا خدت يلا كمان مره انظر اللي عملته عشانك على الصليب انا خدت مكانك كنت بعاني وانت نجاني كنت بعاني وانت نجاني علشانك انا هان عليا عشانك انا هان عليا الهم عليا وانا كان المال يلا قولوا معايا القي يا ابني القي يا ابني الهم عليا افدك بدمي ورديت يا ابني افدك بدمي انظر يا ابني جروح ايديا انظر يا ابني جروح ايديا ما عدتك اكون وياك ليل ونهار عيني بترعى ما عدتك اكون وياك ليل ونهار
So
صلي له بلجاجة سلم له القضية صلي له بلجاجة سلم له القضية سيد المشغول مدام خدت العطية تحميك من الخطية دايما بجواري عليا من ويساري سهران عليا يا يسوع الغالي سهران عليا سيب المشغولية ورميها عليا سيب المشغولية ورميها عليا بدل خدت عطية تحميك من الخطية خدت عطية تحميك من الخطية لكل المجد يا رب سريع الإجابة وقاضي لي حاجة صلي له بلجاجة سلم له أهم حاجة صلي له ترفع قلبك كده وانت واثق فيه وانت مصدق انه الاله القدير الاله العظيم اللي جانا عنه المرنم الله لنا ملجأ وقوة عونا في الضيقات وجدة نفسي ارنم معاك الكلمات اللي جاية واحنا بنقول سلطانك اعظم اسمك اعظم اسم تعالوا نرنم الاسم العظيم ده يشهد عن امجادك ماضي لكل المجد سلطانك أعظم سلطان اسمك أعظم اسمي كمان يشهد عن كل كيان أبد وأزل وجاي يلا كلنا مع بعض يشهد عن أمجادك الماضي حاضر مجدك في الأكوان حتى تاريخ الأرض نعادي صنع صفحات بسلطان الأرض نعادي صنع صفحة طب سلطان سلطانك أعظم سلطان اسمك أعظم اسمي كمان اشهد عن كل كيان أبدي وأزلي وجاي وجاي شاوي المين خلاه يتكلم يعلن برك بالإيمان والسامرية الخطيئة تسلم وتبشر بيسوع حنان اسمك أعظم اسمك كمان
تشهد عن كل كيان أبدي وأزلي وجاي وقال صوتك حرك إيد الموت قلت العظم أخرج قام حتى إن كان الموت له صوت صوتك يدل قلبي أنا صوتك في القلب أمان سلطانك أعظم سلطان اسمك أعظم اسمك أمان يشهد عن كل كيان أبدي وأزلي وجاي وكان أنت يسوع رب الأرباب ترضى تكون في صورة إنسان رب المجد الله لقاك عمانوئيل أعظم أعلان أنت يسوع رب الأرباب ترضى تكون في صورة إنسان رب المجد الله لقاك عمانوئيل أعظم سلطان اسمك أعظم اسمك أمان يشهد عن كل كيان أبدي وأزلي وجاي وكان سلطانك أعظم سلطان اسمك أعظم اسمك أمان يشهد عن كل كيان أبدي وأزلي وجاي صوتك حرك ايد الموت قلت لعازر اصلي ان صوت ربنا النهارده يوصل لكل حد فينا فيقوم كل العازر مات في حياتنا تقول له امين معايا سلطانك اعظم سلطان اسمك اعظم اسم بس اقول الكلمات اللي جايه كده تحتار وتفكر تعالى لي انا عندي حلول اقدر على البحر فيجانه لكل المجد تحتر وتفكر تعالى لي انا عندي حلول اترك مشكلتك قولها لي انا بيك مشغول
اخواتك واصحابك في الشده. اتذكر يوسف، يعني بالظبط العدد ده عن يوسف، ده اللي حصل مع يوسف. اقرب ما ليه اخواته وعملوا ايه؟ تركوه وبعوه وسابوه، لكن فضل الرب بيدور على يوسف وطمن يوسف، كان مع يوسف. فتقول كلمه الرب: كان الرب مع يوسف فكان رجلا نجحا. اعظم شيء انك تكون متاكد، انك تكوني متاكده ان الرب مين؟ الرب معانا، الرب معايا، الرب نوري وخلاصي من من اخاف. تعالوا، نفسي اقول الكلام اللي طمن في الكلمات اللي هي واحنا بنسبح وبنفرح بالرب قد ما نكون بنستمتع بكلمه الرب. الوقت اللي جاي هنقول كده: يا مؤت الاغاني في ليلي واحزاني، يا ضامن يضمن الرب سلامك في كل الم. يلا نرنم الكلمه دي. تارك كل أمور لديك، يلي ناقشني على كفي أشكرك. تارك كل أمور لديك، يلي ناقشني على كفي، أنت سلامي وانا في الامي، وانا في الدنيا شايفك عليك. يا مؤت الاغاني في ليلي واحزاني، يا مؤت الاغاني، يا مؤت الاغاني في ليلي واحزاني، يا ضامن سلامي، يا يسعى Yeah.
الشيطان ولا إنسان ولا الشيطان ينزع فرح انت خلينا كده واحنا في محضر الرب كده نغمض عينينا كده ونقول يا رب احنا بنشكرك لانك انت اله عظيم. شكرك يا رب لاجل حفظك ورعايتك بينا طوال الفتره المنقضيه. نشكرك يا رب انك مررت بينا ودمانه زمان الحب فاحببتنا. نشكرك يا رب لانك انت خلقت للاعمال صالحه سبقت فعلتها لكل واحد وواحده منا. يا رب رنمنا وسبحنا وقلنا انت ضماننا، انت هو سلامنا. أعطينا كلمة ممسوحة من الروح القدس لتخترق النفس والعقل والقلب. جعلنا رب أن نتحد بيك لأنك أنت قدوس ودعوتنا أن أكون قدسين. نصلي يا رب في اسمك يا يسوع المسيح ولك كل المجد. آمين.
دي مبسوط أنا النهاردة بعد طول فترة إن أكون موجود مع أخواتي النهاردة. وأنا دايما بقول إن كلمة الله هي أمس واليوم إلى الأبد. إحنا كده نقف كده لما نسمع كلمة ربنا من إنجيل معلمنا القديس متى الأصحاح الخامس. بارك يا رب، فصل شريف من بشارة معلمنا القديس متى، بركات على جميعنا، أمين. إنجيل القديس متى الأصحاح الخامس الآية الأولى إلى الآية العاشرة. فلما رأى يسوع الجموع صعد إلى الجبل وجلس، فدنا إليه تلاميذه فأخذ يعلمهم قائلا: هنيئا للمساكين في الروح لأن لهم ملكوت السماوات، هنيئا للمحضونين لأنهم يعزون، هنيئا للودعاء لأنهم يرثون الأرض، هنيئا للجياع والعطاش إلى الحق لأنهم يشبعون، هنيئا للرحماء لأنهم يرحمون، هنيئا لأنقياء القلوب لأنهم يشاهدون الله، هنيئا لصانعي السلام لأنهم أبناء الله يدعون، هنيئا للمضطهدين من أجل الحق لأن لهم ملكوت السماوات حقا والمجد. تفضلوا. أحبائي، نحن نحيا في هذه الأيام لأن الله أرادنا أن نكون أحياء. نحيا في زمن صعب فيه قد فترت المحبة، فيه الرجاء يغيب ويحضر، ولكن لنا شيء ثابت وهو كلمة الله، كلمة الله التي تخاطب كل عقل ونفس وقلب، كلمة الله لن يصيبها عفوا العطب ولا القدم، بل هي ثابتة منذ الأزل. وعندما تكلمنا كلمة الله بهذه التطويبات بهذه البركات فالله له قصد. رأى يسوع الجموع، الله الخالق اللي بيهتم بخليقته، الله الخالق اللي يتكلم عنه وتكلم عنه كلمة الله، وتحنن الله في قلبه. هو الذي رأى وهو الذي تحنن وهو أيضا الذي قال. أمام كلمة الله تقفز الجبال كالحملان، أمام كلمة الله وعظمة الله تصرخ الملائكة بكل طغماتها تسبح الله القدوس. هذا الإله القدوس يقول لنا يا شعب المنيا وكل المستمعين: يا بخت اللي يقدر يدعو للسلام في وسط أضواء الحرب، في وسط أدمات اقتصادية، في وسط غلاء فاحش. الله بيدعونا ألا نفقد سلامنا في كل هذا، لأن الله الذي خلقنا هو أمس واليوم للأبد لن يتغير. خلينا أركز على التطويبة اللي موجودة: هنيئا لأنقياء القلب لأنهم يعينون الله. إيه الجمال ده بتاع كلمة الله؟ الله المهندس الأعظم قد خلق الإنسان في كامل الجمال. الله قد خلق الإنسان حر وواعي، وأعطى له المسؤولية، وأعطى له كل الملكات، بل ودع الله الإنسان أن يكون قديس. الله لا يرضى بأنصاف مؤمنين، لكنه دعا الجميع أن يعيشوا القداسة لأنه قدوس. لذلك تقول كلمة الله: كونوا قديسين كما أن أباكم السماوي قدوس. لنا ميراث في الله لا يتدنس، ولنا ثقة في كلمة الله إنها أمس واليوم إلى الأبد، التي فيها ينادي بكل ثقة ويراهن محبة الله الإنسان. طوبى لكل إنسان يصنع السلام. ولكن بعدما خلق الله الإنسان في صورة جميلة، بعدما هندس المهندس الأعظم وهو كلمة الله، خلق الإنسان منتصب، خلق الإنسان متشامخ، خلق الإنسان بفكر، خلق الإنسان بوعي، خلق الإنسان بحرية، نجد أن الخطيئة قزمت حال الإنسان. الخطيئة أثرت جزء من الإنسان، بل كل الإنسان. نحن أبناء الله مدعوين لا أن نتحاور مع الخطيئة. نحن أبناء الله مدعوين لكما نسمو فوق كل
ضعف وألم وخطيئة وتعب وخيال، لكما نحيا في جدة الحياة بأن نمارس القلب النقي وأن نمارس العيش في ملكوت الله، وأن نكون صنعي السلام، وأن نكون صنعي محبة، وأن نكون رسل نقدر تعلن شفاهنا بمحبة الله وعظم الله. وما بعد؟ بعد الخلقة الخطيئة دمرت شكل الإنسان الجميل من الداخل والخارج، من جديد الله يعيد خلق الإنسان. وأسمحوا لي أن أستعمل هذا اللفظ، اخترع الثالوث القدوس التجسد، عيد الميلاد اللي فيه الله أعاد الإنسان من جديد. مش فكرة عمل له ضبط مصنع، لأن الله يخلق من جديد قلب جديد وفكر جديد وعينين جديدتين اللي فيهم نقدر نكون أول طريق القداسة، أول طريق النقاء، أول طريق الحب. لذلك أحبائي نحن مخلوقين على صورة الله ومثاله. خليني في تأمل كده أقف كده على ثلاث محطات كده بسرعة على عجالة. المحطة الأولى خليقة نقية، الله اللي دايما بيخلق الإنسان في صورة رائعة. كل تقريبا الحضارات وكل الثقافات وكل الأمور بتدعو الإنسان كده يتنقى، حتى العهد القديم كان يأمر إلى حد ما بالنسبة له النظافة والنقاء بغسل الأيدي والوضوء الجسدي والنظافة الجسدية. ولكن بعد أن غمرتنا محبة الله ونعمة العهد الجديد تحول الإنسان، والإنسان أصبح كيان داخل وخارج مدعو أن يعيش العظمة والرفعة والقداسة، مدعو أن يعيش، لأن الله سبق فعد لنا أعمال صالحة. لذلك المسيحية تنادي بطهارة الفكر والعينين والنفس والجسد والقلب. كلمة الله تحتضن الإنسان بالكامل، كلمة الله تجذب الإنسان، كلمة الله بتقدر تعمل كده تقطيع كل أواصر اللا إنسانية. اسمعوا ماذا يقول لنا سفر القضاة في أن الخطيئة فعلت بشمشون، جردته من حال الإنسانية، جردته من حال اللا نعمة، وأصبح شمشون يعمل عمل الثور، وأصبح شمشون في حال ضعف ووهن، لأنه أيضا ترك كلمة الله وترك محبة الله. ومن جديد شمشون لم يرجع، محبة الله تحتضنه. خليقة جديدة، خليقة نقية، خليقة طاهرة، خليقة مدعوة أنها تكون صانع للسلام، خليقة مدعوة أنها تقدر تعمل قلب من جديد. لا قلب يحتاج إلى تنفس صناعي ولا أي شيء، لكن كلمة الله بتقول لنا في الآية الثامنة هنيئا لأنقياء القلب أنهم يشاهدون الله. علشان أقدر أرى الله لازم ألبس عيني الله، عشان أقدر أرى الله لازم أحفظ مواعيد الله. بتقول إيه؟ أقول كلمة الله اقروا، كانت رغبة موسى، قال له بص يا رب أنا مشتاق كده أشوف شوية نور من عندك. فقال له خلي بالك يا موسى، خلي بالك نوره صعب. قال له معلش عشان خاطري. قال له طيب استخبى وشوية أنا هعدي كده فوق الجبل وهشوف كده قبس من النور. وده فعلا الله وعد به موسى وحقق الوعد. لما موسى رأى إلى حد ما قبس من نور الله إيه اللي حصل؟ نزل كل شو إيه يا موسى ده؟ إحنا مش قادرين نبص بشكلك، أنت شكلك مختلف. حط برقع أسود علشان يقدر يتواصل مع الشعب. فكان بالأحرى الله اللي موجود في حياتنا نقدر نلبسه ونقدر نعيش مع الله هنيئا لأنقياء القلب. نشارك الله في النقاء، نشارك الله في البركة، نشارك الله في إعلان مجده، نشارك الله في الخلقة الجديدة اللي موجودة، خلقة الله اللي بتقول لنا إذا كنا مع المسيح فنحن خليقة جديدة، خلقة الله اللي بتقول لنا من يتبعني تعالى، أنا طريق معروف،
ما عنديش طرق إلى حد ما جانبية. أنا نوري معروف، أنا تعليمي موجودة، أنا كلمتي التي أوحيت بها للخليقة والإنسان كلها قابلة للمعيشة والتنفيذ والحياة. نشكر الله لأن كلمة الله ما فيش جزء منها مكتوب لا أسس ورهبان ولا راهبات ولا شعب ولا خدام ولا أسس ولا شيء، لكن كلمة الله، ذات الله، أنفاس الله، محبة الله، خبرة الله للإنسان اللي فيها بيقول لنا في سفر التكوين: نعيمي أن أجلس مع بني الإنسان. إيه ده يا رب؟ أنت يا رب بتشتاق تقعد معايا؟ نعم. أنت بتشتاق يا رب تقعد معايا؟ نعم. اسمعوا ماذا يقول لنا إنجيل القديس لوقا اللي متشوق يشوف الابن، قلب الآب اللي بيقول لنا: ولما رآه منين؟ من بعيد. الله منتظر رجوعك، منتظر انك انت تكون خليقة نقية، منتظر حياتك، منتظر انك انت تقدر تكون ابنه الغالي المدلل، منتظر انك انت ترجع الى حضن القلب الآب الرحيم. لم يعاتب ابدا الآب ابنه، لم يتكلم معه كلمة، لكن كل اللي قاله الأب: هاتوا الخاتم، هاتوا العجل مسمن، هاتوا شيء، ابني هذا كان وكان فوجد. ايه ده يا رب؟ بس انا موجود، انا موجود، وقبل كده انكرتك، وقبل كده جرحتك، وقبل كده قلت ان انا بمعرفة طرقك لا نسر، لكن الله ثابت في محبته، الله ثابت في وعوده اللي بيقول لك خليقة جديدة. لم يكن الخليقة بالاسم، ولم يكن الخليقة بالطائفة، لم يكن الخليقة بالمركز ولا الوضع الاجتماعي ولا أي شيء، لكن الخليقة كلها مدعوة أن تعيش حياة نقية بقلب نقي، بإنسان نقي حسب كلمة الله اللي بتقول لنا: هنيئا لأنقياء القلوب لأنهم يشاهدون الله. اسأل نفسك أخويا أختي، كل مرة فيها مش قادر تشوف الله أعرف إن قلبك مش نظيف. اسأل نفسك أخويا أختي، كل مرة عايز تتلمس فيها محبة الله وتعرف إرادته وتعرف مشيئته هي صحيحة وموجودة، لكن من جوايا في تشويش، مش قادر أصبت إلهامات الروح القدس، تردد قلبي مش مضبوط على إلهامات روح القدس، فبستقبل إشارات الجسد، بستقبل إشارات الأحاسيس، بستقبل إشارات وإلهامات العالم، وبحس إن أنا خلاص ده العالم بتاعي، ده العالم السهل إن أنا بعيش معاه المسؤولية الرخيصة، لكن الله يدعوني أن أكون نقي القلب، هنيئا لأنقياء القلب لأنهم يشاهدون الله. اسمعوا ماذا يقول لنا كلمة الله في إنجيل قديس مرقس أصحاح السابع الآية الخامسة، اللي بتقول لنا كمان: ما يخرم الإنسان هو اللي بيدل على ثقافة الإنسان. يا ترى بتخرج إيه؟ قلبك في إيه؟ أحشاء الله موجودة معاك ولا لأ؟ أنت عندك طمأنة الله وعود الله ولا لأ؟ أنت عايش وعندك أمل وعندك رجاء وعندك ثقة بأن الله موجود وحاضر؟ لكن لنا كلنا قديس أغسطينوس: الله الذي خلقك دون إرادتك لن يخلصك إلا بإرادتك. الله بيقدم لك كل يوم أدوات ومعيات الخلاص والدعوة عشان تقدر تكون في الخلقة الجديدة والخليقة الجديدة. المسيح هو نور العالم، أنا هو نور العالم، وأولاده عشوا فين؟ لا كهرباء تقطع ولا جدول تنتظره ولا لحد ما احتياج، لكن الله الذي عال الشعب الإسرائيلي طوال 40 سنة هو الذي يعولك في هذه الأيام. إيه اللي بتغير استعدادي وقلبي وحياتي؟ لأنه تقول لنا الخبرة الروحية: كما تكون أنت هكذا تكون الأيام. إذا الله أسمى نفسه بهذا اللقب: أنا هو نور العالم، فأنت ابن الإله، ذاته وصفته محبة ونور وقداسة.
إذن عليك أن تشع هذه الصفات كلها التي منحك الله إياها. بتقول لنا من يحيا في حياة الشر يكره النور لئلا تفضح أعماله. أنا عجبني حال خطيئتي فمش عايز قلق، مش عايز قلق. لكن أحبائي ممكن تكون دعوة الله شوية في وقت من الأوقات مزعجة لينا، لكن هنقدر نفهمها إذا سلمنا إزعاجنا إلى كلمة الله بثقة. اسمعوا ماذا يقول لنا الوحي الإلهي في سفر التكوين في دعوة الله لإبراهيم. قاعد الراجل وعارف الآلهة بتاعته وعارف بلده وعارف عيلته، لكن دعوة الله للخلقة الجديدة للنسل الجديد للحياة الجديدة مكلفة. يا إبراهيم أنت خدت على الراحة والرحرحة، سيب وامشي. كان ممكن إبراهيم لك لا أنا روح فين، وكان ممكن الراجل يقول لا ده ابنك حبيبك الذي تحبه قدمه لي لا. لكن الموضوع الخلقة الجديدة انك تترك كل ماضي ليك وتثق ان الذي دعاك هو اللي بيهتم بيك، هو الذي يبارك كل خطوة، بشرط انك انت تقدر تسلم لي وتقدر تقول له والسد كلمة الله تخف ايها القطيع الصغير. لما نصدق ان احنا في ايد الله ومحبة الله اللي بتقول لنا طوبى لانقياء القلب انهم يعينون الله، فتقدر تعيش في هذا النقاء، فتقدر تعيش في مرتبة أعلى، في حياة أسمى، في استعداد أقوى، لأنك في خلقة الله تحيا. هنيئا لأنقياء القلوب لأنهم يشاهدون الله. خلي بالك حتى وأنا في حال خطيئة الله بيحبني، حتى في حال خطيئة الله بيحبني. إخوتي أحبائي، لم يكره الله حتى الفريسيين، لكن الله انتقد ثمر أعمال الفريسيين. وانت خاطئ الله بيحبك، لكن خطيئتك بتعمل نوع من الفاصل، لأن ذات الله نور، ومش ممكن النور يقبل الخلطة ولا يقبل إلى حد ما التوافق مع الظلمة. اللي جواك مظلم إذا قرب لنور المسيح عشان يقدر يتحول الجزء المظلم جواك إلى نور. مش هتقدر تحوله أنت، لكن كلمة الله بتعمل لنا إعادة لحياتنا بالخلقة الأولى والجمال الأول والطهارة الأولى اللي فيها بنقدر نعلن ونعاين ملكوت الله. نعيش في الخلقة الجديدة عندما نتحد به في كلمته، نعيش في الخلقة الجديدة عندما نقرأ كلمة الله، نعيش في الخلقة الجديدة من خلال حياتنا، نعيش في الخلقة الجديدة من خلال كل أمور الله بيضعها على قلبك من إشارات تدعوك للسلام والفرح والمغفرة. نعيش في الخلقة الجديدة عندما تشعر أنك مختلف، لأن الله أعطاك السلطان، لأن الله ميزك أنك تعاين وتشاهد ملكوت الله. لك لا تضع الله في تجربة، لكن تثق في مواعيد الله. إن الله كل شيء صالح، كل شيء صالح، حتى في الوقت اللي احنا مش قادرين نفهم فيه قصد الله. أقول يا رب فهمني بس نفذ. شفتوا كده بطرس في وقت غسل الأرجل كان ببص كده للي قبله واللي قبله للي قبله. ايه بتعملوا دول؟ دول مش فاهمين حاجة، ده الرب والسيد والمعلم. لكن بطرس قدر يقول، وكلمة طلاب بتقول له لما رفض بطرس ان يغسل رجليه قال له انت ستفهم فيما بعد. يمكن مش قادر تفهم دلوقتي، لكن هتقدر تفهم خطة الله في بعدين. لكن عليك ان تثق انك انت الابن المحبب، الابن المخصص من قبل الله عشان تقدر تشاهد ملكوت الله وحياة الله. اخويا اختي، عشان تقدر تحيا في خلقة الله لازم تقدر تدخل سفينة بيتك، وتقدر تدخل سفينة اولادك وجوزك
ومرأتك وكنيستك وخدمتك ونشاطك، وتقدر تصبح من قلب بيتك المركبة اللي بتعلم، المركبة اللي بتوصل بيها إلى المرفأ، إلى السلام. كلام صعب الله بيقوله في وقت من الأوقات، اللي بيقول لنا فيه: وأمر يسوع تلاميذه أن يعبروا إلى الشاطئ المقابل. بس ده يا رب مش كلمتك، ده أنت حتى في تبعيتك للدعوة بتلقي الكلمة وتمشي. لكن كلمة أمر يسوع تلاميذه فيها نوع من الخلقة الجديدة والرأي الجديد، وكأن يسوع بيقول لهم خلاص عايزكم دعوة إلى الثقة، دعوة إلى الطمأنة، دعوة إلى الإيمان، إن في كلمة الله هي أمس واليوم إلى الأبد. لكن خلي بالك وإنت في الغربة في هذا العالم، ما تنساش إن الله لما بعت تلاميذه أن يعبروا إلى الشاطئ المقابل، يسوع كان فين؟ ذهب إلى الجبل ليصلي. إذن في كل دقيقة وكل محنة الله بيصلي من أجلك ومن أجل بيتك ومن أجل حياتك ومن أجل خدمتك. ده هي الخلقة الجديدة. إذن أؤمن إن أنا ما بصليش لوحدي، لكن روح الله اللي جوايا هو اللي بيصلي. خلقة جديدة أو خليقة جديدة. الله بهذه الخلقة هيأ قلبي وقلبك لنمو بذرة لكن مختلفة. هذه البذرة يشرحها لنا بولس الرسول في غلاطي 4 اللي بيتكلم فيها عن ثمرين: ثمر روح وثمر جسد. لو قلبك مهيأ لنمو ثمر روح، وأما ثمر الروح فهو هتناموا مني محبة، فرح، سلام، كذا وكذا 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 وكذا. قلبك بيشعر بالمحبة، إذن قلبك بيستقبل عطية الله، إذن قلبك مهيأ وعينيك جاهزة إنها تقدر تشاهد الله، إنك أنت تقدر تشاهد الله. خليقة نقية. الوقفة الثانية: أفسدتها الخطيئة. بعد ما كنا أنقياء نعين الله وكنا نتمشى معه كأصاحب زي ما تقولنا العهد القديم، وكنا نخاطب الله، إيه الروعة دي؟ هي بتاعت حوار الله مع إبراهيم. إبراهيم يعرف كده في الكنترول إن الله يهلك سدوم وعمورة، فقال له برضو كده: يا رب انت لا ما تأثرش رقبتي، ده أهلي وعيلتي وعشيرتي وابن أخويا موجود، الولد لوط ده هو والعيلة كلها والقرايب والنسب. متخيلين الحوار اللي أفسدته الخطيئة؟ فيجي بعد كده الله بيقول له: طيب أنا ههلك سدوم وعمورة لسبب الخطيئة. قال له: بس مش كلهم خاطئين. اللي عايز أوصل له معاكم روحياً طبيعة الحوار ومستوى الكلام مع إبراهيم مع الله، لأنه يحيى في الخلقة الجديدة. مش مصدق، لأنه اختبر إبراهيم رحمة الله لا ترضى بالهلاك ولا ترضى بالإفساد. لكن يقول له إبراهيم كده في المساومات: طب 200، طب أقل، طب أكتر، مش عارفين. إذن هذه العلاقة النقية الطاهرة، هذه الخلقة الجميلة أفسدتها الخطيئة، أفسدتها الخطيئة وتحول قلب الإنسان إلى حد ما مرتع لنمو لبدار الجسد. وأما ثمر الجسد فهو كذا وكذا. أسمع، ثمر الجسد فهو إيه؟ كل ما تقولوه، كل ما تقول ما هو غير إيجابي، هو ثمر إن الخطيئة أفسدت إنساننا الداخل. طيب تعالى كده نقول في كم موقف من مواقف الله نشوف الخطيئة عمل فيهم إيه. لما نقرأ سفر القضاء، الله دعا شمشون، ودعا لمهمة في وقت صعب، ودعا لمهمة رائعة. لكن شمشون وقال له: خلي بالك اوعى السر ده بينك تطلعه. فلما الله اختارك من السر، بس سر قوتك انك مرتبط بكلمة الله، سر قوتك انك متحد بالاسرار المقدسة، سر قوتك انك انت متحد بخدمتك، بتحس انك انت في خدمتك مدعو للبركة والاسمار
ومدعو للعطية ومدعو أنك تكون شاهد ومعلم وبتتخلى عن هذا الصوت. فيجي شمشون يقع مرة الله حي والتاني جاي والتالت تفوق يا شمشون، لكن تحول شمشون من رمز القوة من رمز أنه نذير لأنه أصبح ذليل بالخطيئة. ده اللي بتعمله معانا الخطيئة أخواتي، خلقة جديدة أفسدتها الخطيئة مسحتها النعمة. الخطيئة عملت في شمشون مسحته الأرض حتى أدميته، إن كان إنسان نسيها. تفتكروا عمل إيه شمشون؟ كان بيدور كده في أعياد الميلاد والأفراح وحفلات السبوع وكل إيه؟ يعني عفوا حلقاتك برجلاتك كده الخطيئة عملت فيه. وكان يعمل عمل مهين بسبب الخطيئة. فالخطيئة بتنجسك، الخطيئة بتفلسك، الخطيئة بتعريك من الفضائل، الخطيئة بتقزمك، الخطيئة بتحس انك انت فيها انسان ضعيف على قراراتك. خدمتك اصبحت خدمة شفهية مش مثمرة، حتى لما تثمر تثمر حصرم، اللي هو شيء مش ما بتكلش، لاننا سمحنا للخطيئة انها تدخل انسان. اسمعوا برضو ماذا يقول لنا في إنجيل قدستوى صح 15، بيقول إيه الابن الأكبر وهو جاي من بعيد سمع صوت في البيت، إيه صريخ. الابن الأكبر سمع صوت إيه؟ لا عايز أسمع، ما لم قلتوش هزعق. سمع صوت إيه؟ سمع صوت فرح. طب أنا داخل شقتي وسمع زغاريت، طب أتبسط ولا لأ؟ طب ده ما ساعدش الابن الأكبر، لأنه مسح الابن الأكبر كل علاقات الأخوة ونسي إن الله أب. ولما جاي سمع صوت طبل وزمر بيت أبوه حزن، إيه ده اللي بيحصل؟ قال له أسكت. قال له إيه؟ قال له أخوك رجع. أخويا رجع، هيشاركني في المراس، هيقسمني لقمتي، ما خلاص إحنا قصة ونسيناها. أبدا أبدا، الله منتظرك، الله منتظرك. اسمع ماذا يقول لنا داود في المزمور 40، انتظارا انتظرت الرب فمال علي وسمعه، انقذني من طين وثبت على الصخر. هو ده الرب اللي احنا النهارده جينا نقول يا رب نشكرك من اجل خلقه الجديده. احنا بنشكرك لانك انت رب بدلت حالتنا السوء الى حاله افضل الى حاله اعمق. ده علاقتك مع ربنا انك انت بتحيا في النور. هكذا ايضا قايين، وهكذا الابن الضال، وهكذا شمشون، وهكذا الشاب الغني، وهكذا امنون مع تمار. امثله كتيره جدا جدا. تعرفوا خطيئه امنون وتمار دي خطيئه بشعه بشعه. اقرا مقدس عهد قديم. تعرفوا عمليه امنون مع تمار؟ هم قوموا ايه في الاول اخوات. امنون زنى في اخته، لان خلاص طبيعه الاخوه وطبيعة الحياء وطبيعة الرقي وطبيعة القداسة قد أفسدتها الخطيئة، أفسدت خطيئة. نجد أيضا في سفر التكوين أن أجرة الخطيئة إيه؟ أجرة الخطيئة الطرد. لما أخطأ آدم عدل الله كان لابد أن يطرد، فطرد آدم من الجنة. أو مضبوط كده الفكرة أن عمل آدم بعدم طاعته لكلمة الله، هي لقيت له خلاص انت مالكش مكان جوه. ومن فضلك انت مكانك مع المرنمين، مع المسبحين، مع فريق الخدام، مع فريق الشمامسة، مع اولاد وبنات الله، ده مكانك. لكن لما تسيب مكانك لسبب الخطيئة بيت الله مش هتقفل، الخدمة مش هتقف، لكن الله لا يسمح ان يقال في نشاطك وخدمتك وحياتك وبيتك اذهبوا الى مفارق الطرق. هاتوا مين؟ العرج والعميان، المقصود بيهم الاشخاص اللي هم مش مدعوين. ما تزعلش ان مكانك بيحتله انسان غيرك، لانك تركت مهمتك، تركت عتاب ليك. عندي عليك عتاب انك تركت محبتك الاولى اللي فيها الله بيقول لك انا عارف
عارف أعمالك كويس قوي، لكن أنت لا حار ولا بار، لكنك مايع لأنك فاتر. أفسدتها الخطيئة. الخطيئة تنجس الإنسان حسب مفهوم الكتاب المقدس. الخطيئة إن الإنسان لا يستطيع أن يطهر نفسه، بل ساد نفسه لعمل الخطيئة. الخطيئة تفقد الإنسان حالته الأدمية. الخطيئة تصل لقلب الإنسان أن يفكر في الشر. الخطيئة تجعل الإنسان أنه يفكر فعلا في غريزة الانتقام، لأن هذه هي ثمرة الخطيئة. الخطيئة تعمي قلب الإنسان قبل عيني عن رؤية الحقائق. لا أقول أنا ما استحقش، لا أنا ما أقصدش، بس لا ده حقي، لا كرامتي. أمام دعوة الله الخلقة الجديدة أنك تكون إنسان مميز، لا باسمك ولا بوضعك، لكن مميز لأنك تصلي من أجل صليبيك على مثال المعلم، أنك تغفر من أجل كل إنسان أساء إليك، لأنك تلتقي هذا التعليم من قلب الله الآب. قلب الله الآب خلقة نقية أفسدتها الخطيئة. هو يهوذا كان بعيد عن المطبخ وعن الحقل وعن الخدمة. هو يهوذا على فكرة مش وحش يعني، ولو بدأ وكمل مع يسوع المسيح كان هو إنسان رائع، لكن لما يهوذا تحاور مع الخطيئة وكان كده المال قدامه والأمانة قدامه محبة الله والخدمة، لكن يهوذا في اللحظة اللي اختل فيها توازن الأمانة عنده صار يهوذا كان إنسانا خائنا. صار يهوذا إنسانا خائنا. أيضا داود صار إنسان خائنا. إن داود وقت الحرب أوريا الحسي موجود قائد الجيش ويطلع يتحاور مع الخطيئة، ولما رأى امرأة تستحم امرأة أوريا الحسي سقط. أنت كإنسان مسيحي لا للحوار مع الخطيئة، لأنك تقدر تقول هلما نتحاجج يقول الرب، ده اللي تتحاور معاها الله، ده اللي تعرض لي الأمر، وده اللي تقدم له الحال، وده اللي تكشف له ذاتك وجواك وداخلك وبراك، وده اللي يستر عليك، وده اللي يحضنك، لأنك أنت وأنا كلنا أبناء وأولاد لشخص يسوع المسيح. قولوا أمين أن الله هو أبونا، الله هو إلهنا، الله منتظرنا، الله بيقدم لنا رحمته، الله ما زال ها أنا واقف على الباب وأقرأ. الخطيئة أنك أنت بتكتفي بالأرضيات، يا ابونا أنا هعمل إيه بس مع غلاء وجايب مش عارف كذا وكذا وكذا. الخطيئة أنك تقدر تقول كم لي من السنين أخدمك. الخطيئة تقول أنا عندي من الأكل والشرب كتير قوي، على مثال الغني أهد كل أهراء المخازن بتاعتي وأقول لنفسي كل يا نفسي وتلذذي فإن لك خيرات لسنين. طب وبعد السنين العديدة هتروح فين؟ حتى لو رحت أي مكان عين الله تكتشفك، لأنك غالي على قلب الله. عين الله بتحبك لأنك أنت ابنه. عين الله اللي بتقول لك بتشاور عليك هو ده، هذا هو حمل الله الذي يحمل خطيئة العالم. من قال لك يا يوحنا ده أنت أكبر منه بست شهور؟ ده أنت إنسان عظيم، أنك أنت مؤسس جماعة الآسينيين، أنت بتحيا في تجرد لا تمتلك حتى أكل ولا شرب ولا شيء. لكن عندما رأى يسوع أعطى المجد ليسوع، وده مش أول مرة، حتى هو بطن أمه بطن إليصابات اهتز الجنين وسجد من أجل يسوع. قادر أنك أنت محبة يسوع تهزك من جوه تقول له خلاص يا رب أنا ياما سجدت للسجارة والعادة والمواقع الإباحية والأفلام والأغاني والوقت والنميمة والسيرة، أنا خلاص بتكلم عشان أبتدي أفضي الباقة، لكن أنا خلاص طاقتي وباقتي الروحية قد نفذت. النهاردة جاي عايز أشحن عشان أكون خلقة جديدة فيك. عايز أقول لك النهاردة رب أنا فعلا مش هتحاور مع الخطيئة، لأنني ابن ليسوع المسيح، لأنني بنت لشخص يسوع المسيح. خليقة نقية أفسدتها الخطيئة. الخطيئة بتجذبني إلى أسفل، نعمة يسوع بترفعني إلى فوق. الوقفة الثالثة على عجالة، الوقت بيجري بسرعة.
خلقة نقية أفسدتها الخطيئة مسحتها النعمة الإلهية. لا يوجد شيء يتنازل عن خطيئتي إلا نعمة الله. نعمة الله المجانية المعروضة مش مفروضة المتاحة لكل إنسان، لكن علي أن أقبل نعمة الله، علي أن أسعى إلى نعمة الله. أخويا أختي أنت شاطر أو أنك أنت بتفكر النهاردة كان في الشهر والحق أجيب نقط العيش والحق أجيب التموين والحق أجيب مش عارفيه وأروح السوق الساعة الفلانية عشان أقدر رخيص. على فكرة ده كويس، ولكن الأكوس لكن الأفضل أنك تفكر أنك أنت نعمة الله بتمسح كل ضعف، بتشيل كل تقصير، بتخليك بالنعمة إنسان تاني. انت بتقول ايه يا ابونا بشايب؟ قول كلمة الله صدقوني. انا مش جاي عن ما هو جديد، لكن جاي عن الحق الكتابي. اقرأوا ماذا تقول لنا كلمة الله في انجيل القديس يوحنا صح الرابع مع موقف السامرية. ايه اللي حصل في السامرية؟ ان حست ان نعمة الله مسحت ماضيها. لم تتغير السامرية، والمسيح ما قالهاش مش عارف روحي طلاق الخمسة ستة سبعة اللي جايين بعد كده، لكن تلامست مع نعمة الله فحست ان نعمة الله هي اللي بتجذبها، فحس نعمة الله هي اللي بتبررها، فحس نعمة الله هي اللي بتقدسها. اسمعوا ماذا يقول لنا ايضا في موقف الله مع نادفة الدم. زحمة زحمة رحمة لحمة صداع كذب، كل ده موجود، كل واحد بيتبرع انه يقدر يشوف يسوع. لكن عندما تلامست نادفة الدم مع يسوع ويقول يسوع في قوة خرجت مني، انت بتقول ايه يا رب؟ ده الجو زحمة احنا مش قادرين ناخد شوية اكسجين. قال له بقول لك في قوة خرجت مني. اتكسفت الست في وقت لمس نادفة الدم الى يسوع، وقف النزيف. فضلك المس يسوع، قول يا رب انا نزيف العمر بيعدي مني، انا نزيف اولادي خلاص يا رب مش قادر اسيطر عليهم، يا رب انا بحاول اامن مستقبلي لكن الدنيا بتبوظ، لكن عايز انك انت رب بنعمتك تغطيني، بمحبتك يا رب تسترني، بايمانك يا رب تديني هذا الايمان الواعظ المليء بالثقه ان اقدر اكون ليك. خلينا كده نفكر النهارده في القلب النقي. نعمه الله تطهر الانسان من الداخل، لنترك نعمه الله في قلوبنا اللي بيقول لنا فيها كلمه الله سيروا كابناء النور. سيروا كأبناء النور، مش كأبناء حرامية ولا أبناء في جو مظلم. امشي متشامخ لأن الله في قلبك، امشي بثقة لأن الله هو اللي وعدك، امسك في وعود الرب. ولا رب انت قلت في الأصحاح الفلاني انجيل الفلاني السفر الفلاني في العهد الفلاني القديم ولا الجديد، وانا بطالبك بتحقيق وعدك. نعمة الله اللي بتمسح كل ضعف، مسحة النعمة الإلهية بترجعنا لحال القداسة، بتعملنا كده هو ضبط مصنع وترجعنا وتقولك اتفضل حياتك دلوقتي موجودة كما هي. بس خلي بالك نعمة الله ما اشتغلش مع الإنسان لحد ما تصلح. اسمعوا ماذا يقول لنا الوحي الإلهي في إنجيل القديس يوحنا صح التاسع للمولود أعمى، وصنع له مقلتين جديدتين. الله ما بيشتغلش على شغل صعب، الله بيصنع ويقلع. اسمعوا ماذا يقول لنا مزمور 50 داود في قلب الثقة وقلب الضعف لما يقوم كده هو قلبا نقيا اخلق فيا يا الله. الله طب يا رب هو القلب بتاعي بس انا حاسس اني هشتغل بكفاءة 50%. لا الله مش كده، الله بيصنع كن فيكون، يأمر فيطاع. أيوة البحر لك أقول اقرص فيسكت البحر فتسكت كل التجارب وكل الصعاب. النعمة اللي فيها نقدر فعلا بنعيش في مسيرة رجاء، مش هممنا أي شيء إلا أن احنا بس نقول يا رب احنا عبيدك نقوم ونبني. هنبني ايه؟ هو اديك الخريطة. هنبني ازاي؟ هو اديك المواد. هنشتغل ازاي؟ هو اللي اديك كل شيء.
نحميا نبي الرجاء كان قاعد في قصر وكان بياكل لقمة يرمى عشرة، لكن نحميا حس انه متضامن مع خدمته وكنيسته وشعبه. عندما دعاه الله من خلال أصدقاء اللي ذروه ترك كل هذا وقرر أن يبني سور أورشليم. إذا قرر في هذا المساء أنك أنت تبني حياتك وتبني بيتك من خلال نعمة الله، نعمة الله الغافرة الساترة اللي بتقول لنا فيها كل وقت توبة لأنقياء القلب لأنهم يشاهدون أو يعينون الله. هي ده عمل النعمة اللي جوانا اللي فيها لما نفتح قلبنا الله بيشتغل بكل أريحية. نعمة الله أيضا بتقول لنا زي ما قلنا كده هو في إنجيل في سفر رسالة يوحنا الأولى 3:1 سنراه كما هو. بنعمة الله بنقدر لا نلبس نظارة زي كده ونحط لينسز ألوان، لكن سنراه كما هو. هنقعد ده مش كده وبس، ده نعمة الله اللي بتقول لنا احنا نقعد كده اقول له يا رب انت عايز تشرب ايه وتاكل ايه، يجي ربنا كده يتمنطق ويخدمنا. احنا شفناك فين يا رب؟ احنا ما شفناكش. يقول لي لا خلي بالك، فاكر لما كنت في اجتماعك وكده وقدمت كوب ماء الواحد فبيه فعل، فاكر لما عملت كده وكده وكده فبيه فعل، كل ما فعلتموه بأحد اخواتي الصغار فبيه فعلتم. اذا انت وانا بنحذو نفس خطوات الله اللي فيها من خلال عمل النعمة بنكون مقيمين في قلب الله، ما بنكونش غرب لكن فيكون احشاء رحمة احشاء لطف احشاء سلام. حبائي كان يسوع متعبان على الرغم انه هو مصدر للراحة. غريب قوي لما يسوع على الصليب وانا تعبان، طب اقول لكم ايه انا عطشان، طب انا مش عارف ايه، طب يجي كده مع تلميذي عماوس يقول لهم عندكم ها هنا ما يؤكل. انت يا رب اللي بتشبع كافه الخليقه بقليل من الخبز والسمك تيجي لعمنا كيلوباس في انجيل قديستوس 24 تقول له عندكم هنا ما يؤكل. الفكره ان الله عايز يقيم في قلبك، عايز يقيم حوار معاك. تخيلوا ايضا تلميذي عماوس اللي ساكنين في عماوس، المسافة بين عماوس وأورشليم بعيدة حوالي 12 كيلو متر يقول المفسرين. راحوا وجم ورجعوا تاني ومش عارفين قصة، وقعد في الطريق حكي لهم من أول سفر التكوين الخروج وهم ما زهقوش، وبيقول لنا كده إنجيل القديس لوقا وتظاهر إنه يمشي بعيد. قال له راح فين؟ تعال هنا. قال له النهاردة يا رب أنا مش هرجع بيتي عفوا بكيس فاكهة وبس، لكن هرجع بيك في قلبي وهرجع بنعمتك اللي أخبر بيها وأعلم بيها. أنا محتاج فعلا النهاردة ربنك تعمل مني خليقة جديدة، خليقة جديدة أفسدتها الخطيئة مسحتها النعمة. على الرغم أن يسوع بكى اللي هو بيمسح دموع كل إنسان، لكن بكى من أجلي ومن أجلك. صارت دموع شخص الرب يسوع المسيح يبكي كقطرات دم، وما زالت عيني يسوع تدمع من أجل رجوعك. منتظر رجوعك، بيقول لنا ها أنا واقف على الباب وأقرأ. فضلك اطفي موبايلك عشان تسمعه، اطفي النور كده عشان تقدر تراه، اطفي كل حواسك وكل مشاغلك وقدر اختلي بالرب عشان تقدر تراه. مش هتقدر تحس بيه في الزحمة، مش هتقدر تحس بيه إلى حد ما وانت مشغول، لأنه يعطي حبيبه نوما هادئا. هديك اللي انت عايزه لكن في الوقت المحدد. اللي بتقول لنا على كلمة الله لما التلاميذ كانوا بيعبروا الشاطئ المقابل وكل واحد لك بس ده بعنا ده سبنا مفيش أمل والأمواج تروح يمين وشمال ومش عارفه، ولكن في الهجيع الرابع رأوا إنسان ماشي على الماء. هو يسوع اللي جاي لك، هو يسوع ماشي فوق مشاكلك، ماشي فوق همومك، ماشي فوق مرضك، ماشي فوق تساؤلاتك، هو يسوع اللي موجود. وبعد كده يجي بطرس يقول ايه؟ اقول لك ايه، ان كنت انت ابن الله فخلينا اجي. قال له تعالى يا بطرس.
ويجي بطرس يمشي على المية ويتمسك له، بص يا عقوب أنا أحسن منك، بص يا أندراوس، بص يا فيلبس، بص يا فلان أنا أحسن منك. وفي الوقت اللي فيه بطرس حس إن أفضل من التلاميذ عمل إيه؟ ابتدى يغرق. فقال له إيه؟ يا رب نجني. فمد يسوع وقال له تعالى، ما لسانك طويل على إيه؟ أطلب نعمة يسوع النهاردة، أطلب محبة يسوع النهاردة. مات يسوع عنك عشان يقدر يهزم الموت ويريك فرح القيامة. مسحة النعمة تتطلب صعود مستمر في فهم مشيئة الله الآب. أحبائي عشان وقتنا أحب كده أختم تأملي، نقاوة القلب هي أن أحيا في قيامة مع شخص يسوع المسيح. لما أحيا في قيامة شخص يسوع المسيح، هناك الرب أمر بالبركة، بالبركة اللي أقدر أعيش بيها وأحيا وأتحرك وأوجد. نحن أنقياء لسبب وعد الله لينا، لأن الله بالنقاء بيعيد إنتاجنا، ما بيخليش إنتاجنا حصرهم، لكن بيخلي لنا ثمار جيدة، مش 30 ولا 60 ولا 100، لكن الله هيبارك القليل اللي بارك فيه. عم فلوبوس، لا يا عم ايه ده، احنا عندنا يعني 200 جنيه 200 دينار لا يكفي لكل واحد كده لقمة صغيرة. الله عايز القليل عشان يكبره، عايز استعدادك الضعيف عشان يقويه، عايز راسك وقلبك المنحني علشان يقول لك قوم قوم، بطل شحاتة، ليس لي ذهب ولا فضة تلاميذ الله، لكن اللي معايا دولك باسم يسوع المسيح. أم تقريبا الشحات ما كانش عاجبه الحال، لأن كان بالنسبة له العمى والكساح والتعب والألم ده مصدر لقمة عيش كويسة. ممكن تكون تبعية الله بتكلفك ماديا، انك مش قادر تعيش في عدم المحبة كويس. ممكن يكون خصام بيكلفك ماديا كتير، انك الى حد ما بترضاش تصرف على عهد النعم على خلاص نفسك، مش بالفلوس لكن باستعدادك من جوه مغفرتك. احبائي، الطعم الحلو من العصارة الحلوة. لو انت طعمك حلو اذا يسوع اللي جواك حلو. خلينا كده نفضلكم نغمض عينينا، كلنا كده نغمض عينينا واحنا قاعدين كده، نقول يا رب احنا بنشكرك نبارك نعظم اسمك لانك اله صالح. انت رب خلقتنا بصورة جميلة قوي، وبتقول لنا يا رب لا يحسن ان يكون الانسان لوحده. انت من احسناتك يا رب علينا احنا لم نفنى. انا عرضنا عايز النهارده رب خلقة جديدة، غير رب كل الامي الى فرح، غير كل اتعابي واتراحي الى قوة. اعطني رب قلبا جديدا وفكرا جديدا يا رب. اولادي، اسرتي، حياتي، خدمتي بحطها بين ايديك واثقا في صنيعك ومعيتك يا رب. اريد مسحة منك، اريد لمسة منك، اريد يا رب حياة جديدة منك، لانك انت منك كل شيء. وصلي واثقا في اسمك يسوع المسيح انك ستستجيب، ولك كل المجد. تعالوا واحنا بنصلي، تعالوا نصلي الكلمات دي. يسوع انت تعلم شهوات العالم تخدعني، طهر قلبي، طوبى لانقياء القلب، طوبى لانقياء القلب لانهم يعينون الله. يسوع أنت تعلم أن شهوات العالم تخدعني، طهر قلبي، طهر فكري، اسمع صراخي وارحمني، طهر قلبي.
ارحمني. يلا قولوا معايا رغم فساد شوه أوانينا، رغم محاولات الشرير، كل إناء مكسور متشقق، رب جمالك فيه، رب جمالك فيه عباد.
كل إناء مكسور متشقى ربي جمالك فيه يبان فاضوا لكن فيه بنصدق بن مش بس يكون مليان يلا قولوا معايا شكرا لك على حاجتك على كل فشلنا وأناتك يا أبو قلب رحيم اظهر عمل النعمة في أوان مليان عيون بس إيديك إكمت فوق الدرس فيها المحبوب اظهر بقعد قدامك
وياك واسمع صوتك جوا كلامك تملاني يوم بصوتك والسلام تكشفني ايه جواك لما افتح اول فكره يا ربي مش أي كلام بياخدني خطوات قدام ويغير جهلين الدور ده طعامي وسط البرين أيوة حافظ رجلي ياخد عين من المنظور ده كلام مش أي كلام بياخد خطوات وغير جهيل النور لطعام وسط البرية ساني بقلب حافظ رجلي ياخد عين من المنظور كلك مشتهيات يا حبيبي استاهل سجود وطيني ساجد بكش عض خضع لك وبقلبي بسقط واسمع في المخدع علمني اعيش طالب شوقي زيد جواي اختني بي وادوب في الان زيك في جنب مالك ده ما فيش انا ساجد بكش عض خضع وبقلبي بسكت واسمع لك في المخدع علمني اعيش طالب شوقي زيد جواه اختني بيه وأدوب في الآية زيك في جمالك ده ما قول معايا كلك مشتاق يا حبيبي بالسهل سجود وطيبي كلك مشتاق يا حبيبي بالسهل سجود وطيبي بقعد قدامك أرجاك I'm not afraid.
واحنا واقفين اماكننا نختم باعظم صلاه واربع صلاه واحنا بنقول لابانا الذي في السماوات تقدس اسمك أبانا الذي في السماء يتقدس اسمك يأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما فليباركنا جميعنا الثالوث القدوس الاب والابن وروح القدس انتم بالسلام وسلام الرب يكون مع جميعكم. الله الان يامر جميع الناس ان يتوبوا. افتح عيني عشان اشوف ايه اللي عملته على الصليب علشاني. اعرف حاجه، الشر لا يكسر بالشر.